الفردوسي طوعا أتاك لكي يتوب. شهر الصيام على الأنام ضيف القلوب بكل عام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، في اللقاء الماضي كان الحديث معنا متعلقا ببعض الأحكام المتعلقة بشهر رمضان المبارك، وقد ذكرنا في ذلك اللقاء أن وجوب صيام شهر رمضان يجب على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم خال من الموانع، وذكرنا أيضا أن فرضية صيام شهر رمضان كان ذلك في السنة الثانية من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وصيام شهر رمضان يعد من أركان الإسلام العظيمة التي بني عليها دين الله جل جلاله، وكما جاء في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر من هؤلاء الخمس صيام شهر رمضان. وإن المتأمل في شرعية صيام شهر رمضان أن الله تبارك وتعالى عندما بين حكم الصيام فإنه شرعه على صور ثلاث. الصورة الأولى أن الصيام لم يكن على وجه الإلزام على كل مكلف أن يصومه، فمن أراد أن يصوم فليصم، ومن لم يرد الصيام فإنه يخرج فدية مقابل فطره لصيام شهر رمضان، كما قال المولى جل جلاله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، أي من تطوع وجمع بين الصيام والإطعام أو زاد في كمية الإطعام
فهو خير له. ثم بين الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الصورة الأولى التي جاءت شرعية الصيام بها في بداية الأمر، وهذا يدلنا دلالة واضحة جلية على أن هذا الدين هو يسر ولا حرج فيه على الأمة. والمتأمل بنظرة الوسطية والاعتدال في بيان أحكام هذا الدين من أصول وغيرها يجد أنه دين مبني على التيسير وعلى رفع الحرج عن الأمة، فهو دين يسر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو في هذا الدين، وأن الإنسان إذا تجاوز الحد في الأمور الشرعية فإنه يذم في دين الله سبحانه وتعالى. فقد قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وقال: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وإن الدين سهل، والنبي بعث بالحنيفية السمحة، وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن كان يقول لهما: يسرا ولا تعسرا، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وإذا جئنا بنظرة سريعة إلى أركان الإسلام الخمسة التي تبدأ بركن شهادة التوحيد وهي قول لا إله إلا الله، فإن هذه الشهادة العظيمة التي من أجلها خلق الله عز وجل الجن والإنس، وخلق الله السماوات والأرض، وخلق الله الجنة والنار، نجد أن هذه الكلمة لا تحتاج إلى شيء من الكلفة في نطقها والتكلم بها، فإن الإنسان إذا تلفظ بشهادة التوحيد فإنه بهذه الشهادة يصبح مسلما، يصبح مسلما، عليه ما على المسلمين وله ما للمسلمين. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، فهو المسلم، وبذلك يعصم دمه ويعصم ماله ويعصم عرضه بمجرد أن يتلفظ شهادة التوحيد. فمن شهد شهادة التوحيد فقد دخل في دين الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى الحرق من جهينة، ووصلت هذه السرية إلى ذلك المكان، وحصل هناك قتال بين هذه السرية وبين قوم من المشركين. فكان هناك رجل من المشركين كما جاء في بعض الروايات كان يتربص بالمسلم، فإذا رآه غافلا جاء بسيفه، فإما أن يقطع الرأس، وإما أن يجرح الجسد، وإما أن يقطع اليد. فانتبه له صحابيان جليلان، وهما أسامة بن زيد ورجل آخر من الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فلحق بالرجل حتى لاذ بشجرة، فلما رفع السيف ورأى لمعان السيف قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عن ذلك الرجل. أما أسامة رضي الله عنه فإنه قتل ذلك الرجل.
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل. فجاء أسامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يقول: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنه قالها مخافة السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشققت عن صدره؟ أشققت عن قلبه؟ أشققت عن بطنه؟ حتى تعرف أقالها مخافة السيف أم أنه قالها وهو صادق في هذه المقالة. أين تذهب بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة يا أسامة؟ فما زال النبي يكرر وهو يقول: يا أسامة، أقتلته؟ أين تذهب بلا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى قال أسامة رضي الله عنه وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حب النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي، قال أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه: فما تمنيت أني أسلمت إلا بعد هذه الحادثة، لتكرار النبي صلى الله عليه وسلم لشأن هذه القضية العظمى، أن الرجل قال لا إله إلا الله، مع أن الرجل لعل في الغالب أنه ما قالها إلا مخافة السيف، كما ذكر ذلك العلامة ابن العثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين. فالرجل عندما رأى بارقة السيف أمام عينيه تلفظ بشهادة التوحيد، وهذه الشهادة فإنها عصمت ذلك الرجل من أن من ماذا؟ عصمت دمه، وعصمت ماله، وعصمت نفسه. فشهادة التوحيد هي العصمة، هي العصمة للإنسان، بمجرد أن يتلفظ بهذه الشهادة لا يحتاج إلى أن يذهب إلى مدارس ليتعلم شهادة التوحيد، فأمرها سهل في النطق بها، وبذلك يعصم ذلك الإنسان. ولا بد أن يتلفظ بها وأن يوافق ظاهره باطنه في التلفظ بها لينجو بين يدي الله يوم القيامة. هذه شهادة التوحيد التي لا تحتاج إلى شيء من الكلفة في النطق بها، وإذا تكلم بها الإنسان فإنه يعصم ويصبح بذلك مسلما، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. إذا جئنا إلى ركن الصلاة، الصلاة التي هي عمود الدين، هذه الصلاة العظيمة، كم نصلي في اليوم والليلة؟ 5 صلوات. هذه 5 صلوات كم تكلفنا من الوقت؟ كم تكلفنا من الوقت حتى نؤدي هذه الصلاة؟ فإذا صلينا صلاة الفجر قد لا يتجاوز 10 دقائق، وإذا صلينا صلاة الظهر قد لا يتجاوز 5 دقائق، والعصر كذلك، والمغرب كذلك، والعشاء كذلك، قد لا يتجاوز الوقت. إذا جمعنا هذا الوقت بكليته فإنه يصل إلى ما يقرب من 1/2 ساعة. 1/2 ساعة نقفها بين يدي الله تبارك وتعالى، وما بقي من الوقت أين يذهب؟ أهل الدنيا في دنياهم، وقد أدوا الواجب الذي عليهم في أداء هذه الصلاة. وهذه الصلاة من صلاها يستطيع أن يصلي قائما صلى قائما، ومن لم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا، فإن لم يستطع أن يصلي جالسا صلى على جنب، فإن لم يستطع صلى مستلقيا على الحال الذي يستطيع أن يقوم بهذه الصلاة. وإذا كان العبد مسافرا، فإنه يقصر الرباعية إلى 2 ركعات، وله أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء حتى يرفع الحرج عن هذه الأمة. ومن كان مريضا ويشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، فإنه يجوز للمريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها أن يجمع بين الصلاتين. وهذا إن دل فإنما يدل على أن هذه الشريعة يسر لا مشقة فيها، وجاءت لرفع الحرج عن الأمة
وجاءت لتصل بالعبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وإن شاء الله تعالى في لقاء قادم إن شاء الله نكمل بيان هذا اليسر في هذه الشريعة. وبهذا القدر أكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رباه يا رب القلوب، زادت على قلب الذنوب، قد جاءك العبد المسيء، طوعا أتاك لكي يتوب. شهر الصيام على الأنام، ضيف القلوب فؤاد غدا طروب.